الشجرة احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدينا متابعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء وهذا الفضاء من برنامجكم اليومي هلا سألوا، الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله، والتي يتفضل بالإجابة عليها في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور كمال بوزيدي. حياكم الله دكتور كمال. وبيكم يبارك فيك أستاذ محمد، مرحبا بك. إذا نتواصل إن شاء الله على أرقام الهاتف بعد بيان موضوع اللقاء. من الأخلاق الحميدة والصفات الجميلة التي وصف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم خلق الرفق، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سوى. مع هذا الخلق العظيم شيخنا كمال نتكلم إن شاء الله ونتدارس فيه. نعم، شكرا أستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرفق ضد الشدة وضد العنف، فهو جاء من اللين، يعني بمعنى لين الجانب، أي أن الإنسان يعني له لين في المعاملة، السهولة في المعاملة، له التسامح في المعاملة، يعني كأن هذا الإنسان لا يستعمل الشدة والعنف، فهو ضد اللين. واللين كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق كان من بين أعظم الخلق هو اللين، الرفق بالناس، الرفق بالحيوان، الرفق بالخلق كل، الرفق حتى بالطبيعة، الرفق بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هذا الخلق، الخلق العظيم لله سبحانه وتعالى. قال: ولو كنت فظا غليظ القلب، لو كنت شديدا، لو كنت كذلك عنيفا، لانفضوا من حولك، ما اتبعك الخلق. فلذلك لما كنت لينا، لين القلب، لين المعاملة، لين التصرف مع الناس، فبهذه الطريقة، بهذا الخلق العظيم، بهذا السلوك، الناس فرحوا بك واتبعوك. لماذا؟ لأنك عاملتهم بأحسن معاملة، وهو الرفق. والرفق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله أهل بيت رزقهم الرفق. وقال: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما دخلت الشدة أو العنف في شيء إلا شانه. يعني بمعنى أن الرفق فيه إلا الخير. قال إن الله يعطي في الرفق يعني الخير كله، ومن أوتي الرفق فقد أوتي خيرا كثيرا، أما من يحرم الرفق فقد حرم خيرا كثيرا. لما عندوش الرفق عنده الشدة فقد حرم الخير الكثير. فلذلك الإنسان لابد ما قال يعني: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، اخفض عاملهم معاملة. وأمر الوالدين: واخفض لهما جناح الذل، اخفض، عامل والديك بالرفق، بالإحسان، باللين، بالسهولة، بمعنى لا تعنف على الوالدين، بمعنى ما تشنفش عليهم، تعملهمش بشدة، بعنف. ربي يعطيك أمر، واخفض، ذلل أمام والديك، تواضع أمام والديك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني اللين والرفق هي من الرحمة، من ليس له الرفق ليس له رحمة.
فلهذا الله سبحانه وتعالى لما أمر بخفض الجناح دخلها قال من الرحمة، يعني أن خفض الجناح داخل تحت الرحمة. ومن لا يرحم؟ لا يرحم اللي ما عندهش رحمة في القلب، كما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم على أولاد بنته يسلم عليهم، وهذا قالوا كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم على الأولاد انتم، أنا شوف أنا عندي 10 واحد فيما نسلم عليه، هيا هاي أمكم روحوا لها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال واش ندير لك أنا إلى ربي سبحانه وتعالى نحرك الرحمة من قلبك، واش ندير لك أنا؟ لما عنده تم جاب حديث قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. وكذلك فعلها سيدنا عمر لما شد ولاد وليده، شد واحد من الدراري تاع ولاده، فواحد شافوا نفس الشيء قال له كيفاش سيدنا عمر شفت انت امير المؤمنين في الدراري؟ قال له اسمع، قال له من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انسان عنده الرحمه في قلبه، ايش ما عندكش رحمه مع ولادك ولاد بنتك ولادك ها يجبدوا، هذا راهم الكبده تجبد، اللي ما عندوش الكبده هذه ما عندوش الرحمه، واش عنده؟ واش عنده؟ عنده القساوه في القلب، قساوه في القلب واش تجيب؟ تجيب لنا الشر. هذا ربي الرسول قال من حرم فقد حرم خيرا كثيرا، راهو حرم الخير. فلهذا الانسان مادا به لما يتعامل مع الناس يتعامل معهم برفقين، يتعامل معهم بسهوله باللين، باش يجلبهم يجلبهم ويحبوه. ولهذا الانسان نعم تفضل استاذ محمد تفضل. يرفع على مستمعينا اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه الجزائر العاصمه وما قربها من المدن، نسمع ونردد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. إذن كان هذا حديثكم دكتور كمال عن خلق الرفق، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يحلينا به وأن يجعلنا ممن يتصف به. آمين. لأن الرفق يعني يدخل الإنسان الجنة، وفالله سبحانه وتعالى لما الإنسان يرفق بالخلق فالله يرفق به، ومن لا يرفق بالخلق فالله لا يرفق به. فلهذا كما تدين تدان، الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بارك الله فيك. طيب نستمع إلى خليدة من المدينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم الصحة على هذه الحصة. الله يبارك فيك أختي خليدة. أولا عندي أسئلة من فضلك. تفضلي. السؤال الأول، نسأل الصلاة الإبراهيمية. نعم. عند تكريرها مثلا، مش أثناء الصلاة يعني في وقت آخر، أريد أن أكررها بكثرة، هل يجوز أن أقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد؟ هل هذه تعتبر صلاة إبراهيمية وأخذ نفس الأجر عندما أقول صلاة إبراهيمية العادية أم لا؟ واضح إن شاء الله. خارج الصلاة. والسؤال الثاني من فضلك، عند الصوم. نعم. يعني نحس حاجة تهبط لي، يعني تنزل من الأنف إلى الحلق دائما عند الصوم. أني حابة نسأل، إذا ومع العلم أني لا أستطيع أن أتخلص منها في الغالب، هل هذا تصبر أم لا؟ طيب. والسؤال الثالث، نحاول تدعونا بالهداية والتوبة إن شاء الله. آمين. ربي يتوب علينا جميعا. شكرا. إلى العاصمة. نعم. أم البنات، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخوي السؤال الأول. تفضلي. أنا مريضة تحت الوالدة، وندير في الدواء والطبيب قاليش الزوج تاعك يقدم ليك. هذا السؤال الأول. ما فهمنا السؤال، عيد السؤال الله يرضى عليك. تذكر أني مريضة من الوالدة تاعي، الوالدة تاعي طايحة. وندير في الدواء والطبيب قال لي ما تخليش الزوج تاعك يقدم ليك. وراني نجيب ثانوية أخرى، أنا مانيش تيغاو وأنا راني في حق. والسؤال الثاني، يعني هو ما تقبلش الأمر ولا كيف؟ يعني زوجك ما تقبلش الأمر؟ صح أخوي ما تقبلش. والسؤال الثاني، دايما يحرمني ويقول لي راكي حرمة، شحال من مرة راكي حرمة، كيما حرمت عليا أمه وكانت تزيد الدور علي، كنا نزيد ندور بيك ندور لأمه. هذا السؤال الثاني. والسؤال الثالث، ما يكسيني ما يصبطني ما يدويني ما والو، يقول لي ما تساليش معايا، يقول لي ما تساليش حتى في حاجة، وما يحوش عليا ميتة والله حي. والسؤال الرابع، الو واصلي. نعم. والسؤال الرابع والأخير، يا أخوي والله العظيم غير الجمعة اللي فاتت هذه سبني، قال لي حيوان كيما كش بنادم ويسب الدين يطيح يدي كلش، وراني في حيرة من أمري بعدها تحريم كدي، كل مرة يحرمني ولا غير راني عايشة في وكبلك راني عايشة في الحرام بلك راني. اسمع التوجيه أم البنات من الشيخ إن شاء الله. شكرا لك. هيا باي باي أخويا. شكرا. من عين دفلة الأخت عائشة، تفضلي. السلام عليكم. وعليك السلام عائشة. مليح الشيخ لاباس؟ الحمد لله. الشيخ عندي أسئلة. تفضلي. أنا واحدة مطلقة، كما طلقت عندي عدد الشهر اللي طلقت، وقال لي ما تخرجش كامل ما تباتش برا، تبات في دار أخرى زعما، وأنا واحدة بات في دار أختي، قال لي دوك تعاودي القسمة اللي بتيها كاع تعاوديها من جديد. طيب. ألو. نعم واضح. وانا عندي عام وعام ونص من اللي في الدار، انا تبعت طلقت. واضح يا عائشه. اي صحي خويا، بارك الله فيك. بالسلامه. دعينا الشيخه، دعينا معك. صحيح. يومك صالح الدعاء ان شاء الله. صح، بارك الله فيك. صح. ام محمد من العاصمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخويا عندي سؤال حبيت نطرحه على الشيخ. تفضلي. واحد العام غلطنا فطرنا، ما كناش على بالنا باللي رمضان، وانا عن جهل عن غير قصد قلت للولاد، قلت لهم كلوا كملوا فطر واش عليه،
افطرت قبل الاذان؟ لا لا ما كناش على بالنا بلي هذاك النهار هو رمضان. افطرت اول يوم؟ ايه غلطنا، كان اذن الفجر ومن بعد انا قلت لهم عليه افطروا ما بدا نفطروا عن جهل عن غير قصد. ايه ماذا يترتب على ذلك؟ نعم. والسؤال الثاني ما حكم الزوج الذي يمنع زوجته عن الزكاة، زكاة المال؟ ما يخليهاش تزكي؟ ما يخليهاش تزكي، هل يجوز لها تخرج تروح لاكوست وحدها تجيب الدراهم وتزكيهم ولا حتى تشاوروا؟ هذا دراهمها ولا دراهمه؟ دراهمها. طيب. واضح. شكرا استاذ. سلامة. طيب نواصل في استقبال المكالمات. مريض. نعم. الو الو الاخ الساسي يصلي بالرياضه ولا بالرياضه؟ الو من معي؟ نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. طلع الاخ الساسي. راح انا مزغدوب ساسي. نعم تفضل ساسي من عنبة. تفضل. نعم عندي الوالد مريض شويه وعنده ليه متادي طاح برجله شويه. ايه حبينا نسقسيو بركة على الصلاة تاعو كيف تكون؟ اسكو قال لكم ميم نكون راقد يعني تكون الصلاة تاعي مقبولة ولا قاعد ولا ماذا بيه؟ ستادير تفسروا له او يسمع هو بحدايا تفسروا له ستادير كيفاش يقوم الصلاة تاعو. نعم واضح ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. نبقى في استقبال المكالمات والاتصالات. نعم الاتصال موالي. الو الى قسنطينة. الاخ علي تفضل. الو شيخ محمد مرحبا بك. معك علي من قسنطينة. مرحبا اهلا وسهلا. عندي طفل بنية مريض شوية وما عندوش نجمع فيه الزكاة ولا لا؟ نعم. والسؤال الثاني هي اللي مريض عند السكر ما نصومش. ايه ايه شكرا ربي يعاونكم. اسال الشيخ بوزيدي. الله يشافيك ويعافيك ان شاء الله. صح شكرا. محمد ايدير من العاصمه. مرحبا بك محمد ايدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نحييك على الهواء مرة يسحب يدو اسمح لي أقول سيد الشيخ اللي معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا سي محمد. عندي سؤال بك سيد الشيخ. سؤال الأول تفضل. يبارك فيك. هذه الدراهم اللي عنده كما نقولوا واحد الرباوية تكلمنا عليها شحال من خطرة. نعم هكذا كاين الناس مازال يسقسوا اشكو يجوز كيما نقولوا يشريو بهم كاش حاجه تكون خاصه كيما نقولوا اللي يديروها في الطريق مثلا يصبغوا كيما نقولوا باطيمات يخدموا الطريق. بصح كاين يقول لك افضل تعطيها لواحد ثقيل وما تقولوش كيكون محتاج. على كل حال واضح السؤال الاول. واضح ان شاء الله. السؤال الثاني حبيت برك نقول لك شوف سيدي الشيخ كاين بعض الناس عندها دراهم لاباس عليها واش يديروا؟ هذوك الدراهم يديروا فيهم افلام كما نقولوا يصوروا افلام والافلام هذيك تاع العنف وانا ما نحبش العنف. واش يقول سيدي الشيخ لهذا حصه افلام يديروها في رمضان تاع العنف كاميرا كاشي وكان فيها خير؟ معليش العنف يديروا كما نقولوا يديروا افلام تاع العنف والعنف انا ما نحبوش. انا نتمنى الخير للبلاد نحب الخير. بدا بينا واش تقول الناس اللي يشوفوها اللي يتبعوها اللي خسروا عليها دراهم؟ واضح سؤال ثاني؟ واضح. بارك الله فيكم سيدي. شكرا. من سطيف أمة الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ حبيت نسقسي. عندنا احنا يا خونا من أمنا كاينين احنا زوج بنات وهو خويا وزوج بنات أخرين من أمنا احنا بنات شهيد زوج الأولين. ومن بعد عطاو السكنة لما كانت توفيت عطاوها لها في الشتاء. ما هي ماتت في الشتاء ولا الصيف عطاوها السكنة داها وحطها حط هو برك وخواتاتي تاع عما في زوج وحنا الخواتات ما حطناش انا واختي ما حطناش. واش تقول في هذه؟
وعندنا دار بابنا شهيد مدتها الحكومة بكري في 63، مدتها الجدة مو بابها وإحنا في زوج البنات. ومن بعد جدة واحد 15 سنة ولا توفيت، بعد عمتي داتها وكت داتها ومن بعد كتبتها باسمها. وبك إحنا رانا ما نسألوا لا في معاطة أخونا لا مع عمتنا، وش هو الحكم تاعها؟ لو تعاودين السؤال ثاني نفهمه عليك. ثاني بارك الله. قلت لك احنا يا بنات شهيد زوج وعندنا عمتنا، عطات الحكومه الجدة مبابا عطات لها سكنه، حطتنا احنا زوج بنات وجدانا. ومن بعد عاشت جدة قول واحد 15 سنه ومن بعد توفيت. نعم. كي ما توفيت جدة قلبتها عمتي باسمها، وذوك شريتها ما مش حضرت لنا مره عليها. وإحنا ذكية كبرت وهي وليت لقمة، ما قدرناش نقول لها يعني ما عطينا رزقنا ولا ما لقينا كيفاش نديره. ولك تقولي هذا ذك الآن السكن على اسمها هي. هي قلبت على اسمها. وغدوة يقدر الله راح الورثة تاعها. ما كان حتى واحدة ما عندهاش، عندها طفلة برك، وطفل توفى في الكورونا، هي برك عمتي وبنتها. عندها أولاد عمها. ما عندهاش، توفوا. ما توفينك ربي يجعل خير ان شاء الله. امين رب العالمين. بارك الله فيكم. شكرا. ربي يحفظكم بقى عليكم الصبر وادعي لنا خويا ربي يحفظك من 8 قدام وانا نستنى باش نهضر معكم اليوم ينكتب ربي. ربي يحفظك بارك الله فيك. امين رب العالمين. السلام. شكرا الحاج للشيخ. هاي صح خويا. شكرا جزيلا. اذا نشرع في الاجابه ان شاء الله، او في اتصال، في اتصال ونشرع في الاجابه. من البويرة. نعم الأخ ميلود من البويرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أطلع شيخ وصراكم لعباس. الحمد لله. عندي سؤال للشيخ بركة، أنا تاجر مولية البويرة. طيب نقص التلفاز يا ميلود. نقص التلفاز. أنا نقص له شيخ. قلت لك أنا تاجر مولية البويرة، عندي نخدم في مطحنة مطاحن هكذا، نديو نخالة. إيه احنا كنا نخدموا مع الريحان نورمال يعني، هو الفاتوره يديرنا سومه وافر فاتوره نخلصوا سومه، واذا به في يوم من الايام طلب علينا كونسين هكذا مبلغ مالي كضمان. راك معايا يا شيخ؟ ضمان تاع واش؟ ضمان قال لك باللي مثلو تعطيني مبلغ هكذا مبلغ كبير على اساس باللي راك خدام معايا وما راحش تخليني وبدون وثيقه بدون ولا شيء. وبعد الامر هذا شغل كاين اللي كان قادر على الدراهم مدو، كاين انا واحد من الناس ما كنتش قادر مدي شغل الله غالب تسلفت وكذا ودخلت في ديون، ودوك كاين الناس قال لك ودي حرام وكذا. والله حبيت نستفسر الشيخ اسكو على السومه، كي رانا مديكلاري للدوله سومه وهو نخلصوه سومه. زائد اشكال ثاني انه واش حكم هذا تاع الدراهم اللي عطيناهم له كضمان. وعندي سؤال ثاني شيخ. واصل تفضل. سؤال ثاني، انا عندي مده ملي بديت نخدم مده 5 سنوات نخدم ما شاء الله كذا، نصور دراهم خيره ربي ما شاء الله، بنيت تزوجت طوموبيل كذا، ولكن الزكاه ما عرفتش نخرج لانه له ما كانش نهار كان عندي دراهم هكذا، وشغل نخدم ديما نجيب ومن بعد نخلص نجيب ومن بعد نخلص، ما قعدوش عندي دراهم، ما قدرتش اسكون اعرف اسكون خلص نخرج زكاه ما نخرج. والله ما فهمتش. هل المال بقى عندك يعني حتى بلغ النصاب ولا لا؟ ما قعدتش جامي شغل نروح نشتري سلعه اليوم غدوه نبيع في ديون، ما محال قاعد عندي هكذا مبلغ رمزي جامي. نعم واضح ان شاء الله. شكرا شيخ بارك الله فيكم. مع السلامه. طيب نجيب ان شاء الله شيخنا كمال، ونبدا مع السائله خليده من المديه. فضل الصلاه الابراهيميه تقول انا اكرر واقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، هل تعتبر هذه الصيغه من الصلاه الابراهيميه؟ نعم، احنا بالنسبه للصلاه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاه الابراهيميه هي وحده، هي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى اله وصحبه وبارك، زيد كملها حتى الاخر. ولكن اللي يحب يختصر هذه صيغ صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرتي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، هذا هو، هذه بمعنى مختصرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما التحية الإبراهيمية هي هذه الموجودة في الصلاة، هذه اللي يحب يعني يدعي بها في خارج الصلاة كما هي، أما خارج الصلاة حب يزيد صيغ أخرى على صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هذه،
يعني يقول اللهم صل وسلم على النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، والمثل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بدون ما يذكر وبارك. وهذه من الصيغ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بدون سيدنا إبراهيم. أما يعني حبيت تزيد كل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت وباركت على سيدنا محمد على سيدنا إبراهيم وعلى آله وصحبه، هي تقول هكذا، حبيت تقول هكذا شيخ محمد. هذه بمعنى من الصيغ كما قلنا الصيغ الإبراهيمية الحقيقية اللي موجودة في الصلاة، هذيك دخل الصلاة كما هي. أما الصيغ على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صيغ كثيرة بينتا كما قلنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، هذا مك. إذا زادت على اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت وكما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آله وصحبه وعلى آله، تحبس. هذه من بين صيغة الله أعلم بها محمد، هذه احنا نقولوا صلاة إبراهيم اللي موجودة في الصلاة كما هي ديرها برا. أما صلوات على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي يختلفوا فيها صيغ عديدة متنوعة، احنا نحوسوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه، من صلى عليه عشرا في الصباح ومن صلى عليه عشرا في المساء حلت له شفاعتي يوم القيامة، احنا نحوسوا عليه لأن سيدنا إبراهيم ماشي يشفع فينا يوم القيامة، احنا يشفع فينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الأهم لأنه هو سيدهم كل، لأن حتى هو يتدخل حتى هو باش يسلكهم في المحشر اللي هو المقام المحمود، حتى واحد ما يقدر يسلك إلا هو، حتى هما يدخلوا تحت جناحه يدخلوا تحته، لأن قال ما أنا يعني حامل لواء يوم القيامة كلهم تحت لوائي، كلهم الأنبياء والناس كلهم تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، تحت الإعلام تاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحت الجناح تاعو، فهو سيدهم كل. حنا نحوسوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كان عندنا الفايدة معه، وربي يوفق إن شاء الله. آمين. هل تدخل عند الصوم أحس بشيء ينزل من الأنف إلى الحلق، هل يؤثر على صيامه؟ دوك الآن إذا كان ماء ولا كان كما نقول حنا خامة الحلق، الحلق ترميها فيها والو، إذا بلعت الخامة جايز، حنا عندنا جايز ما فيهاش حتى مشكل يعني. أما إذا كان الدم صح، إذا كان الدم رعاف يخرج من النيف ويلحق الحلق أرميه برك، ما تبلعيش أرميه، ما عندك حتى شيء. إذا كان بلعتي هنا مشكلة، إذا بلعتي الدم هنا يدخل في الإفطار إذا كان مشارك هذا. أما إذا كان يعني كما نقولوا إحنا على سبيل الدوام راه هكذا عام كامل وانتهي هكذا، إحنا نقول لك هذا مرض، إذا غلبك هذا المرض فهو معفى عنه، يعني بمعنى لا غالب عليك، ولكن الداوي انتي ترمي واش تقدري أرميه، والباقي يعني ربي إن شاء الله يشافيك ويتقبل، ربي يتقبل إن شاء الله، ولكن لازم الداوي، تخليش روحك هكذا، داوي باش تبراي وتعودي إن شاء الله تصومي عادية، وما تعوديش مقلقة من هذه الحالة اللي راكي فيها، وربي يشافيك، الله يشافيك إن شاء الله، المهم كي يلحق الحق أرميه، هذا هو أهم شيء. طيب ترجو منكم الدعاء بالهداية والتوبة إن شاء الله. ربي يهديها ويهدينا كل، الله يهدينا ويهدي ولادها، ولا كانت مزوجة لا مش مزوجة، ربي يهديها ويهدي الأهل تاعها ويهدينا كل، إن شاء الله يا رب. أم البنات من العاصمة تقول أنها مريضة، والشيء اللي طلبته منها الطبيبة يرفضه الزوج. لا دوك الآن الزوج إحنا بمعنى كما دخلنا خير رفق، ونبود أن نرفق يعني لازم تكون حنانة في قلبه، لازم تكون عنده التفاهم، لازم يعملها بالمعروف يعملها بالإحسان، وهذا مرض، والمرض كما نقول له غالب على الإنسان ما هوش روح يجري مراه، جه ابتلاء تولي بهذا المرض، هي ابتليت بهذا المرض، لابد يصبر عليها مسكينة هي، ويحاول كيفاش يعاونها باش تبرا، ثم كي تبرا ربي يجعل طريق. أما هو بمعنى هي مريضة والطبيبة قالت له لا، قالت له بمعنى أنها المرأة هذه خليها في عافية حتى ترتاح حتى تشفى، وانت لا تخالف رأي الطبيبة تحاول تخالفها باش تخليها في المرض، نقول له لا، أنا راك آثم بمعنى أنك تحوس المضرة تاعها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، يعني الإنسان ما يضر ما يحب لي ضره، هذا واش قدر الرسول، يعني ممنوع الإنسان لي ضر وممنوع لي ضره، إذن لا ضرر ولا ضرار، إذن ما ضر أنت ما تحبش يضرك كذلك ما تحبش تضرها أنت، حرام عليك تضرها
وتلحقها في حالة خطيرة وما تبراش، صافي ماكش تعاون فيها باش تبرى، حرام عليك، ما يجوزلكش تخليها كما قلت زيد عليها المرض. لا، ربي يعني عطاه أيامات كبيرة وعطاه أدوية، إن شاء الله كي إنسان يا خويا واصبروا وصابروا، وقال لك ربي سبحانه صبر وداوم على الصبر، تحمل هكا شهر رمضان راك صايموك راك تتحمل، تحمل تحمل على الفقر، ما جاكش شهرية ثلاث شهور أربع شهور راك تتحمل، وهذه بمعنى مسكينة ما تحملهاش، تحمل لازم تغلب نفسك، يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس يعني الشديد، يعني الإنسان اللي يقول لك أنا قاوي وأنا صحيح وأنا بمعنى راجل في حلو، قال لا، قال الراجل فحيح وصحيح الرسول قال ليس الشديد بسرعة، ما هوش الراجل اللي يغلب الناس، لا، وإنما الشديد شكون هو الراجل الحقيقي؟ هو الذي يملك نفسه عند الغضب، هو الذي يملك نفسه، تملك نفسك عند الزعف تملك نفسه تحبسها، ولهذا ربي قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، تكظم غيظك يعني ماهوش عاجبك الحال، لا غالب حالة راهي كذا وأنت راك محتاج إلى غير ذلك، تكظم غيظك لازم تصبر، والعافين عن الناس لازم تعفو عن الزوجة، تعاونها المفروض. تساعدها في الدواء، تعاودها تديها للطبيب، تعاودها بشرطية تخليها في راحتها باش تبرى في أقرب وقت، بعد تولي العلاقات كما كانت من قبل، وربي يهدي الخلق إن شاء الله ويشفيها. آمين. قل دائما يردد عليها أنها حارمة عليها. هي هذه تاع الزعاف محمد لو تعرف بمعنى. نعم. إنسان كيكون غاضب يقعد يقول لك حارمة، حنا نحكموا بتاع حارمة عليه هو كفارة. يمين. نحكموا بأنه يمين. يعني بمعنى أنه يكفر على اليوم التاعو يوكل 10 مساكين، ولا ما عندوش فقير يصوم 3 ايام، ولا بدك يعني ولكن في نفس الوقت لازم يبطل من الكلمات هذه، لان الكلمات هذه يعني تؤدي الى امور مش مليحه، علاه تروح لهذا الكلام هذا؟ ادعي له بدعوه الخير، تقول الله يهديك، لا تقول لك حارم عليك، قول الله يهديك، الله يشافيك، الله يرزقك كما نقولوا حنايا الوعي باش تعرفي القدر تاع المعيشة اللي نعيشين فيها، وتعرفين الحياة اللي نعيشين بها، ادعي لها بدعوة الخير، قول الله يقدرك، الله يهديك، الله يصحها لك، ماشي بمعنى مباشرة يعني تروح لل، لا، أنا ما قلتهاش الله يشفيك، ادعي لها بدعوة الخير، الله يشفيك، والله يجيب الخير، ادعي لها بدعوة الخير، علاش نروحو ديريكت مباشرة، راكي حارمة، راكي حارمة تاع الزعف هذيك، راكي حارمة شنو يحلف. فهذا كفارته هو كفارة يمين سيد محمد نفسه بها والله أعلم. طيب تقول لا ينفق علي ويقول لها يردد عليها راه ما تسالش معاه. يعني ما ينفق عليه ولا ما تساليش معنا؟ ولا ما تساليش معايا. ايش كيفاش هذه زوجتك؟ والنفقة واجبة فرض عليك. إذا ما نفقش عليها حرام عليك. راك آثم. وزيد تقول لها ما تساليش معايا، زيد كما نقولها زيد تتنكر عليها وتتنسل وتتنصل. يعني من المسؤوليه، وانت راك مسؤول عليها، شكون اللي يجيب لها، شكون اللي يوكلها استاذ محمد، شكون اللي يوكلها هي سنه مسكين منك انت، شكون اللي مسكين يجيب لها الطعام ويقضي لها باش طيب، شكون هو، انت تلبسها، انت تداويها، انت توكلها، انت تشربها، انت بتعاونها باش توقف الى غيري، شكون اللي يوقف عليكم واش انت، انت اللي ديتها بامان الله، ديتها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ديتها بأمان الله، وديتها بمعنى من والديها ما شريتهاش بالدراهم، راك يعني بمعنى ديتها بكتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الإنسان لازم يعرف بأنها أمانة عندك، هذه الأمانة حافظ عليها، حافظ عليها، كيفاش تقول أنت يعني بمعنى ما تنفق ما والو، تقول ما تسالي والو، شنو الهضرة هذه؟ هذه الكلمة هذه كلها غلطة، هذه الكلمة هذه عندك إثم فيها، الكلام هذاك تحاسب عليها أمام الله يوم القيامة. لأن كيفاش مسكينة راك تجرح فيها، تقول أنت يا أول حاجة لا تطعمها، ما تعطيهاش اللبسة، وما تعطيهاش الأكل، ما تطعمهاش، وزيد تقول لا ليس لك عندي شيء، بمعنى ما تسالي حتى شيء، وشن هذا الكلام هذا، وش هذا الكلام؟ هذا الكلام كله خطأ، فيه خطأ، ونقول له حرام عليك وش تقول الكلام ما تنفقش عليها، حرام عليك، لابد فرض عليك تنفق عليها، واجب تنفق عليها، لأنك أنت المسؤول على النفقة على الزوجة وعلى الأولاد. تولى انت مسؤول، والفقهاء يقولوا حتى ولو كانت غنيه، هي حتى ولو كانت غنيه وانت كنت قادر على الانفاق واجب عليك تنفق عليها ولو كانت غنيه، ما تنفقش هي، تنفق انت، وما ادراك مسكينه لما فقيره هي وانت اللي تنفق، كيفاش من نجيب هي؟ فلهذا نقول اتقوا الله
هذا كفى بالمرء إثم محمد أن يعني وش كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خي هكذا يعني كفى بالمرء إثم وش هو يعني بمعنى أن يعني يقصر في حق العيال في حق الزوجة من يعول من يعول يعني في حق العيال وحق الزوجة تاعو. إيه قالت يقع في سب الدين كثيرا يا لطيف هذا سبان الدين لازم يتوب منه لازم الإنسان يتوب منه يا جماعة هذا سبان الدين يودي خطير جدا لأن الإنسان هذا الشتم هذا يعني كما نقول إحنا إن الله سبحانه وتعالى يكره الفاحش المتفحش يكره الإنسان يهضر كلام سوء يحبوش ربي سبحانه وتعالى ربي يحب الإنسان ليتكلم الطيب ليتكلم الكلام الطيب لأن علاه ربي أعطاه من ثقل ومثل كلمات طيبة كشجرة طيبة الكلام الطيب ربي يرفعه العمل الصالح يرفعه الخير يدي ربي يطلعه الملكة تديه وتسجله أما إذا كنت أنت تعمرها يعني تعمر ملف تاعك تعمره غير بالشرب بالشتم هذا ويوم القيامة كيفاش تلاقي مولانا وغضل تشتم فيا أنا وتسبني أنايا أنا نوكل فيك نشرف فيك عطيتك الصحة عطيتك المرأة عطيتك الأولاد الناس شحال واحد ما راهو مسكين في السبيطار مستشفى مكسر ما ينوضش راهو كله بمعنى مشلول واحد آخر ما يتكلمش واحد ما يشوفش واحد ما يمشيش واحد ما يقدرش ياكل واحد ما واحد بلا زواج لا دار لا خدمة لا مال لا والو انت ربي يعطيك كل شيء هذايا وتزيد تشتم وتسب صاحب النعمة تشتم لو يعطيك الخير هذا وما نحاهولكش اكسب فيه لين ونهار وهذاك ربي ما عاقبكش ما نحاهولكش حمد الله سبحانه وتعالى المفروض تحمد على صاحب المنعم لو اللي يعطيك الخير هذا تحمد ربي ماشي تروح تسبه على جال غضبت في واحد غضبك ولا زعفك ولا نرفك انت تردها في ربي تسب مولانا وعلاه لماذا توب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر الله استغفر الله وتوب إلى الله سبحانه وتعالى وبكي له قول يا ربي اسمح لي أنا غلطت في حقك يا ربي أنا رجعت أنا ما نعاودش إن شاء الله ما نعاودش ربي يغفر لك إن شاء الله يغفر لنا كل عائشة من عين دفلة تقول أنها مطلقة وقالت أنها باتت خارج البيت فهل المعتدة من طلاق يمنع عليها المبيت خارج البيت يعني ذوك هي دارتها خلاص هي نعم. دارتها وقالوا لها تعاودي مدار وجديد يعني العدة تاعك بطلت الكل نعم شكون اللي قال الكلام هذا تعاود مدار وجديد من قال فوقها ما قالوش الكلام هذا العلماء ما قالوا هذا الكلام قالوا غلطت صح غلطت تكفر عن الغلطة تاعها تستغفر استغفر الله وتصدق تصدق وخلاص هذا على قول من بمعنى يمنع يعني يمنع المبيت في غير بيت الزوجية يعني بيت إذا كانت بيت زوجية ولا ما كانت بيت زوجية مساكن خافت معناتها قاعدة مع الواسها وقاعدة خافت بمعنى أمور أخرى تبات في دارهم تبات في دارهم تجوز العدة تاعها ما دام هي جوزتها لعل عند خالتها ولا عند بالك لظروف بالك طاح الليل ما صابش شكون يجيبها ما صابش ظروف لا عندها عذر لا غالب عندها عذر نعذروها ما لازمش بمعنى ولا تعمدت نقول استغفري الله استغفري الله وتوبي الى الله سبحانه وتعالى وصدقي عليها وما تعوديش وكملي العده تاعك ما فيها حتى مشكل استاذ محمد بارك الله فيك طيب ام محمد من العاصمه تسال تقول انها في احد الاعوام افطروا اول يوم من رمضان يعني جهلا منهم بدخول الشهر معليش هذا كل واحد يعني يحدث هذا يحدث يعني الإنسان أحيانا يكون في منطقة ولا يكون في وقت من الأوقات ما عندوش الوسائل باش يقدر يتعرف على هل هو اليوم ولا موش يوم رمضان ما خبروش ما عندوش تلفاز ولا ما عندوش راديو ولا ما كانش يكون خبره وهو ظن عن باله ما زال يعني بلاك غير غدوة رمضان موش غدوة ما سمعش هو ما جاش خبر وكلاه هذاك النهار الأول لما بمعنى خالطوا الناس وراحوا شافوا الناس وكذا في نص النهار قال يا ودي اليوم رمضان او كيفاش يوم رمضان ما خبروناش غلطوا مساكن كلا نقول لهم غرموا استاذ محمد يغرموا النهار هذاك يغرموا النهار ولا عنده شحال يزيدوا يصدقوا عليه يغرموا يصدقوا عليه طيب بالنسبه لسؤالها الموالي تقول ان زوجها يمنحها من اداء الزكاه قد خرجها يعني لا هنا لا يطاع هنا لا يطاع لأن ما دام عندها الزكاة خرج زكاة فرض وهنا أو يأمرها بمعصية قلها لا يطاع الزوج تاعك هنا وإنما يعني نقنعوه نقولوا يا ودي هذا هي فرض الزكاة هي فرض لأن يوم القيامة يعود يحرقنا به هذاك المال ربي به لا 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 لا
نقولوا لا لا في هذه الحاله يا زوجي العزيز احنا باش نطيعوا ربي ماشي باش نعصيوا، هذا فرض تحب نعطيهم لك انت ديهم للفقراء والمساكين هاهم لك ديهم الى ما ياكلهمش، تعرف لي ما ياكلهمش يعني بما عندها ثقه فيه، ولا هاك ديهم انت المساكين ولا اعطيهم للشيخ امام باش يدفعها، وعندهم ما عندهم قائمه، ولا كاين اليوم ان حق صندوق الزكاه كاين حساب خاص بصندوق الزكاه، روح ديه حساب خاص بصندوق الزكاه حطوا في صندوق الزكاه، وحنا الحمد لله تهنينا ادينا حقنا من والواجب تاعنا في الزكاه. اما كونها باش يحرمها باش ما تزكيش بمعنى نقول لا الزكي بتخبي عليه بلا ما تخبروا ولا والو، هذا فرض محمد الزكي بتخبي عليه وخلاص. طيب ساسي من عنب يقول ان الوالد مريض من رجليه واجرى عليه عمليه فكيف تكون الصلاه؟ حسب الاستطاعة سيد محمد، يعني مسكين هو ما يقدرش يوقف يقعد يصلي بالقعدية، يصلي بالقعدية لأن مسكين عنده عذر لا غالب، وحنا ربي قال فاتقوا الله ما استطعتم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم، كل واحد وربي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني الإنسان كل واحد واش أعطاه ربي القدرة على حسب الحالة تاعو اللي فيه، ما يقدرش ما يقدرش ما نقدرش نحتموا عليه نقولوا لا درت عمليه صلي واقف ولو درت ولو ماكش قادر، لا لا صافي ربي ما عندك واش ما عندك هنا صافي ما عندك، نقولوا حنا شغل يضرنا ابدا ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ها ربي حنين وكريم، لهذا كان في شهر رمضان من كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، يعني ما تقلقوش راكم عبادي اللي كان في سفر ولا مريض خلاص فينا كي يجوز رمضان ما داكم امراض اغرموه في اي نهار اي شهر شوفوا الشهر اللي يعجبكم وغرموه، هذا ربي اعطانا الوقت واعطانا الرحمه واعطانا الاتساع واعطانا التيسير واعطانا الترخيص، وما ادراك مسكين بهذا، هذا مسكين ماهوش قادر عنده رخصه على حساب واش يقدر هو الى بالقعديه يقعد قاعد ويكسل رجليه ولو مكسلين الى ما قدرش يعني طبيعي مسكين يكسلهم ويصلي وهو قاعد لأنه ما يقدرش يوقف رجليها مسكين هو لا يقدر يوقف عليهم يكبر بالواقفيه الله اكبر تكبيره الاحرام، ولا يقدر يقرا الفاتحه ويقدر يقرا السوره بالواقفيه يقرا الفاتحه والسوره بالواقفيه، ما يقدرش يركع يجلس فوق الكرسي ويشير بالعقل هكذا بالعقل مادام ما يقدرش يركع يضروه كما يقولون كون يحبط يضروه، نقولوا لا احنا نقولوا صلي مرتاح ما تعاقبش روحك ما تصليش وانت يعني كما نقولوا حنايا راك في حرج راك شغل يوجع فيك وكذا شغل تاعك متحمل، لا 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 ربي ما يحبش هكذا، يحبك انت مرتاح يحبك يعني تصلي براحه وعقلك معاه كي تصلي ما تقعدش تفكر وكيفاش تصلي حتى شي تجربها كما نقولوا تحوس تسلكها تسلبش غير باش ترتاح، لا صلي براحتك براحتك وين ما تقدرش ما يجيكش حتى سطر ما يجيك حتى وجع كي تحس روحك مرتاح بهذيك الحاله اللي راك فيها ما يوجعك والو صلي وانت معك ربي سبحانه وتعالى وادعي باش يشافيك، وحنا نقولوا الله يشافيك حنا ندعو لك ربي ان شاء الله يشافيك، حنا نقولوا لك يعني اياك من الناس يقول لك صلي واقف لا لا كذا ولو لا 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 حنا نقولوا حنا دائما عندنا قاعده اللي هي اسمها الذكر والقدره، الانسان اللي عنده قدره يصلي كما امر ربي، ما عندوش القدره نرجعوا الى البذل، عندنا طرق اخرى اللي هي الترخيص، ربي رخص لنا باش نصلوا ولو راقدين هكذا راقد ما قدرش نوض انا مشلول ما قدرش نوض صلي وانا راقد بعيني يا برك، المهم ما نخليش الصلاه برك صلي باش نتوضا تيمم ونصلي بعيني ها شوف ربي واش عطانا ها وانت راقد ما انت راقد قاعد هكذا اقعد هكذا ما تقدرش تنوض رجليك الله غالب ولكن تقدر تنوض خلاص نقعد هكذا نتيمم ولا ما قدرتش نتوضا نتيمم ونصلي وانا قاعد قادر واقف ولكن ما قدرش نركع اي نوقف نصلي قال الفاتح الله اكبر نكبر بالوقفيه قال الفاتح والسوره ومن بعد نجلس في الكرسي ونقعد بشويه هكذا نقول الله اكبر هكذا الركوع ونزيد السجود كذلك نفس الشيء على حساب القدره على حساب الانسان اللي يكون مرتاح فيها الحاله اللي تكون فيها مرتاح هذيك هي الصفه تاعك اللي تكون فيها مرتاح صلي بها وانت مرتاح ما تصليش وانت معذب لا وربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله امين. طيب بالنسبة للأخ علي من قسنطينة يقول أن ابني مريض فهل أعطيه الزكاة؟ ابنه لا لا ابنه ما دام ينفق عليه لا لا تجوز في من ينفق عليهم ما يجوش صدقة لا اسمه نقول الزكاة لا
الزكاة على الفروع على الأولاد لا، إلا إذا كان متزوجا. إذا كان متزوج عنده دراري مد المرته، مد المرته هي باش تطعم راجلها وتطعم ولادها وتقوم براجلها وتقوم بولادها وتقوم بدارها، معليش. أما هو كهو بمعزل ينفق عليه رو تحت السقف تاعو ينفق عليه، لا تجوز الزكاة في حقه. لا، إذا كان مستقل، إذا كان مستقل، إذا قلت إذا كان مستقلا يعني متزوج وحده كما يقولوا كلش وحده، واحتاج أنا غالب ما كانش يعطيه يموت بالشر، يعطيه الزكاة. في هذه الحالة يعطيه الزكاة. إذا كان مستقل ما يحتاجش إلى الوالد، موش ينفق عليه، مش واجب ينفق عليه، راه يجي على روحه وكذا، ولكن جاته حالة مسكين محتاج إلى مال، محتاج باش يداوي روحه، محتاج باش يروح للمستشفى، محتاج باش يخرج لبرا باش يداوي، عنده مال، عنده مال الزكاة. وما كانش خاصة اليوم تشوف ما كانش نمد هنا ناخذ برأي الذين قالوا بجواز إعطاء الزكاة للفروع الأولاد لأنهم محتاجين مساكن وخاصة المستقلين. طيب بالنسبة للأخ محمد إدير من العاصمة، أيضا العالي من قسنطينة، سأل على الفدية في الصوم. إيه نعم. هذه الفدية الإنسان يطعم مسكين حق الإطعام. نعم. إحنا نقول واش تأكل مدرو، هذه قومها أنت واش تأكل مدرو، تأكل كبش تمد كبش، تأكل غير شوربة بك مد شوربة، تأكل كاسكروت ما كان والو عندك الكاه مد كاسكروت، واش تأكل أنت؟ تأكل 100,000 تمد 100,000، تأكل 10,000 تمد 10,000. يعني ما عندناش حل على هذه، يسموها بمعنى هذه الفدية يسموها كما نقولوا صدقة إضافية، معناتها بناء على الشخص. أقلها واش هو اللي ما عندوش؟ كما نقولوا 10,000 الإنسان ما عندوش غير 5,000، 5,000 قسم 2 كيلو دقيق ولا مسكين عنده هذا واش عنده، ولا يشيلوا خبزة، خبزة وباطا فرماج ولا كاسكروت كرونطيطا ولا كاسكروت فريت محمد، هذاك واش عنده؟ هذاك واش عندك؟ ولا عندك الله يبارك، يوسع يوسع عليك ربي. قد ما توسع مولانا يوسع عليك. طيب محمد يدير من العاصمة يسأل عن صرف الأموال الربوية للفقراء. نعم، هو الأصل أن هذه الفوائد الربوية تدفع في النظام، يعني كما نقول في المسائل العامة، كما نقول في الطرقات، في يشري كما نقول الإنسان عمارة يخدموا عموما، يخدموا الدروج، يخدموا كما نقولوا طريق للعمارة، حاجة عمومية. ولكن إذا كان فقراء يعني فقر كما نقول مثقع اسمه يعني 200 مش المصر مش توش يأكلوا مساكن، هل مدهم نبدأوا بهم؟ قال العلماء قالوا لا، بجواز هذا المال يروح للفقراء، يروح للمساكين، الفقراء والمساكين ما هذا المصر مش توش يأكلوا، هل مدهم الفقراء؟ سيد محمد يجوز، فقهاء قالوا يجوز إعطاء المال الحرام للفقراء. طيب قالك بعض الناس يستثمرون أموالهم في تصوير أفلام يعني عنف وشيء من هذا. كيفاش الانسان ربي سبحانه وتعالى قال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم. قالوا تعاونوا على البر والتقوى، ماشي تعاونوا على الاثم والعدوان، هذا ما يصحش. راك بمعنى انت واش تنتج؟ هل تنتج الخير؟ ماكش تنتج الخير. راك تنتج حاجه تاع ملاهي يتأدي خاصه بالولاد، ممكن يعودوا يتبعوا هذاك الشيء هذاك، يعودوا في مشكل كبير، يعودوا يتقاسموا بعضهم بعض، يعودوا يديروا كما شافوا، يعودوا يشوفوا كما يقول الافلام هذيك اللي كما نقولوا تاع القتال وتاع الافلام تاع هذا، نقولوا لا، هذا الافلام هذه تاع القتاليه وتاع الفساد ولا تاع كذا، هذا انا عندي بما لا يصرف في مثل هذا، لا يصرف في مثل هذا، يصرفهم في الخير. دير لكم مدرسه قرانيه، سبيطار، كاش ثانويه متوسطه، يدير طريق مثلا يحل الايثام هذوك، يشوف الدواء تاع السرطان اللي محتاجين الادويه مساكن محتاجين ليها، يروح المستشفيات يدور عليهم، نعم المرضى اللي ما صابوش باش يقدروا مساكن يديروا التحاليل ولا باش ادويه يروح يشريها لهم يخلص عليهم، هذا صح في عن الخير. يروح الناس كيف محمد النواحي اللي على برا ما صابوش حتى لا غطاء لا سكنه لا ماكله لا روح ليهم، هذوك كونهم اصحاب الظل، عاونهم، عاون هذوك مساكن اللي محتاجين، عوض روح تمد مالك في مثل هذه الامور هذه، وربي ان شاء الله يغفر لنا امين ويصلح الحال. امة الله مصطفى تقول اعطوا لامها يعني زوجة شهيد سكن وماتت في هذه السابق انفا، فبعض احد الاخوه جعل السكن على نفسه وعلى بعض اخواته، يمكن هما من امراه اخرى، قالت لكم حرمنا احنا الاخريات بنات شهيد. كيفاش انت واحد مسلم يا اخي الدار تاع يمهم
هكذا قالت نعم. تاع الشهيده هي ولا هي بنت شهيد؟ ربما استفدت يعني في اطار صيغه من الصيغ. ايه اما دم تاعها مثل محمد تاعها والدوله عطاتها راهو المنافع تقسمها كل ورثه ما يديوهاش واحد فواحد دون واحد، لا المنفعه السكنه بمعنى يسالوا فيها كل ماشي الحجر، يعني السكنه معناتها عماره هذه الدار هذه يعني الانتفاع بها يسكنوا فيها عندهم الحق وكل الاخرين ما عندوش هو حق هذا يدي وهذا ما يديش، هذا كل يعني بمعنى ورثه ما دام هما ورثه وهي راهي يماهم كل اذا عندهم حق في هذا الانتفاع تاع السكنه تاع يماهم، ما عندهمش حق واحد يدي واحد ما يديش، وهذا هو الان وشو يحدث بعد كانه بمعنى هذا اغتنام يعني اصبحت يقولوا هذا الزكاه مغنم يعني او هذا المال هذا اصبح غنيمه يعني اذا غير اللي يقدر عليها يديها غير اللي ما قدرش يعني يسرق يخطف يعني يدير كما يقولوا المال هذا يعني كما يقول تاع ما يحلل ما يحرم كما يقولوا ما على بالوش المهم يردي نفسه وخلاص يردي هواه المهم واش يحتاج هو ما يهمنيش انا خاصني هذه نديها وخلاص عيب عيب نموتوا كاع يا ودي نموتوا يا ودي الموتى مورانا قريبه لينا يا ودي قريبه لينا تديها اليوم غدوه تصبح في القبر كيفاش تقابل مولاك هاك فرحت بها سرقه قفازه حيله شطاره هاك ديتها وانا ديت وكذا وكذا ومن بعد غدوه راك في القبر وين راه هذيك الدار ديتها معاك وين راه هاك خليتها وتحاسب عليها هاك خليتها وتحاسب عليها عند الله ها مسفازوا بها واحد اخرين وانت كنت تقاتل عليها تجري منا اجري منا باش تدي شي موشيك هذا شيء ولا لا تملكه كيفاش تديه انت يا يعني تسرقوا يعني وتخطفوا من الناس كما اللي عندهم حق فيه وتحرموا منه لماذا؟ فلهذا يعني نقول هذا الاخوه هذا ردوا بالكم راكم قبل ما تموتوا رجعوا نفوسكم واستذكروا الامر عاودوا راجعوا نفوسكم واعطوا صحاب الحقوق اعطوهم حقهم قبل ما ربي سبحانه وتعالى ياخذ الامانه ياخذ الامانه خلاص ربي يهدي الخلق امين. تقول كذلك انهم عندهم سكن يعني هما زوج بنات شهيد وجعلوه لعمتهم الان العمه مريضه يعني وكبيره فاستحيوا انه يطلبوا حقهم من عندها انها ترجع السكن على ما كان عليه في الاصل. وعمتهم هي هما جعلوا عمتهم محمد يعني حشموا منها هما حرين استاذ محمد. بصح المشكله لما تموت عمتهم الى عندها دراري كيفاش؟ ما عندهاش. الحمد لله كي ما عندهاش معناتها اسمه هما اللي حتى اولاد العمومه ما كانش. اسمه هما يعاودوا يسترجعوه. إلا مات ولا حاجة يسترجعوه خلاص معليش حياء منها معليش الحياء لا يخرج إلا ما يجيب غير الخير إن شاء الله. نعم. تقول أنها ترك الطفلة وحيدة يعني هي هذه العمة العمة هما الزوج بنات شفت كيفاش تأخذ النصف هذه هي تدي النصف محمد هذه شفت هما تاعهم هذوك تصدقوا بها على عمتهم كي تموت العمة هذيك الطفلة تقول لها تاع عمتي تاع يما دوك ندي النص أنايا ها ادات النص بغير حق ولكن هي لا ما عندهاش علم ما نلوموهاش هي بعد لازم نفهموها نقول يا ودي هادو راهم عطاو لي ماك حشمه منها خلاو على اسمها ولكن الحقيقه تاعهم هما ولكن هي راح تقتنع الاخرى هادي محمد هذا هو يعني احيانا نديروا الخير ولكن يجي موراه المشاكل هما كثر خيرهم بارك الله فيهم داروا كما نقولوا احترام للعمه بارك الله ولكن لازم بعلم الطفله هذيك لازم يمضوها ولا يماهم هذيك اللي سرقوا يعني سجلي لها عمتي قل بما في حاله ما اذا انا كذا وكذا اعلموا بان هذا الدار تاع بنات خويا هاملك تاعهم ماشي تاعي انايا والطفله تقول روحي يا بنتي هذيك شاهدي وجيب زوج شهود ولا حاجه ولا شهود شحال من واحد يقول لهم شاهدوا بان الدار ماشي تاعي هذو فقط داروا على اسمي احترام ليا ولكن لا كاش ما يحدث لي شي حاجه ردوا لهم الامانه ردوا لهم امانته هذا راه يسلفوها لي برك هكذا باش على الاقل تبري نفسها امام الله. بارك الله فيك. نستمع الى محمد من المديه نعم. اخ محمد. وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤال خويا. تفضل. عندي نصلي صلاه المغرب هكذا ومن بعد نصلي ركعتين من بعد المغرب. نقرا قل هو الله 100 مره. 50 مرة الركعة الأولى و50 مرة الركعة الزوجة يا ترى يا ترى كسمع عندي عذر حق ذافي نعم واضح مفهوم واضح
واضح أخي محمد. يا ربي يعاونكم. صحيح. شكرا، بارك الله فيك. طيب الحاجة من تيارت. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شوف ولدي، عندي سؤال. تفضلي. أنا كانت عندي بيت بعتها. إيه؟ وكي بعتها عندي 3 أولاد، زوج بنات وولد. البنات كانوا دايرين طلب في السكنة من عند الحكومة 300 مليون، خلصتها لهم، والباقي شريت سكنة لولدي. صافي حقي وحقه شريت به السكنة، سكنة في الأرض ماشي في البطيمة. هي واش يقولوا لي كي راكي حية وبسمتي جايز، واش يقولوا لي لا ماشي جايز. هذاك بغيت الشيخ يفهمني، باسكو راني مغبونة مانيش عارف. واضح انشغال هادشي. صح ولدي؟ واضح ان شاء الله. والسؤال الزوج، شوف انا عندي 79 عام، وعندي لاخوص، وعندي لاغني ديسكال، وعندي عقل انسان. شوف مانيش نطيق نسجد، انا نصلي بالكرسي، نوقف باش نقرا الفاتحه والسوره، ونركع، بصح السجود ما نطيقش من الكبيه. راني مغبونة، غايني كيفاش ما بقيتش نسجد؟ أسكو عندي الأرض ولا ما عنديش الأرض؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. يحفظك. شكرا الحاجة، بارك الله فيك، مع السلامة. طيب الأخ ميلود من البويرة يقول يعمل في أحد المطاحن، قال صاحب هذه المطاحن يجعل السعر في الفاتورة على خلاف السعر اللي يكون خارج الفاتورة. هذا الشيء الاول. هذا بمعنى مخالف النظام العام استاذ محمد. هذا ما يصحش، معناتها شو التحايل. هذا التحايل هذا لا يصح، معناتها الانسان اللي يخالف النظام العام ما يصحش. فلهذا احنا نقول الحاج ملود يعني حاول كيفاش باش كما نقولوا احنا، شكون ما تكذبش على الناس، ولا تكذبش ولا تكذب كما نقولوا احنا، انت ما تقول هاوش حاجه، ما تقولش على هذا، نقولوا لا التحايل ما يصحش. نقولوا يعني ربي يعني يهدي الخلق وخلاص محمد. آمين. طيب طلب منهم ضمان، مبالغ مالية ضمان باه يبقاو يخدموا معه صاحب المطحن هذا. قال بعضهم نمد المال، وبعض قال أنا من الناس اللي ما قدرش نمد الأموال بسبب الظروف اللي فيها. ده هو علاش يمد، علاش يمدوا له الضمان أستاذ محمد؟ باه يبقاو يخدموا معه يعني. يعني شركة ولا خدامين؟ لا خدامين. وكيفاش اللي خدام يعطوا الضامن استاذ محمد؟ منين الضامن يجيبو؟ مساكن الانسان واحد ما عندوش. بالكم اصحاب شاحنه يديو السلعه ويجيبو. ايوه. ما يروحوش لجهه واحده اخرى يلازم ياخذ عليهم المال. ايه. ضامن في استمرار نقل هذه السلعه ولا ربما الدقيقه والفرينه وغير ذلك. هي الضامن هذا فيه تعهد محمد. نعم. الضامن هو تعهد. يعني يديروا له ورقه ديال معقد بانهم انتوما تخدموا معايا. بشرط انكم ما تنتقلوش لحاجه واحده اخرى وتسينيو. تسينيو معايا بانكم ما ديروش كذا وكذا، وإلا مضيتوا كذا راني نلغي العقد تاعكم الى غير ذلك. هذا هو هذا ندير المنطقه، هذا هو الضمان تاعه، هو التعهد. واخذ المال مقابل الضمان خاصه بالافر ما يجوش. نعم. الضمان لا يجوز اخذ الاجر عليه. خاصه كفر. ربما اذا غير الوجهه يدي له ذاك المال. شفت كيفاش؟ ايه. حكم اخذ هذا المال، هذا حكم اخذ المال، هذه يدي شغل بالباطل. بالباطل. ايه، لان الضامن لا يؤخذ عليه الضامن في سبيل الله. نعم. ايه. طيب يقول من 5 سنوات يعني يعمل، دخل اموال وخرج اموال، ولكن ما كانش عنده يحول عليها الحول. ايه التجاره ما كانش يحول عليها الحول محمد. التجاره. نعم. اخر العام نجو ليك، احسب واش عندك كلش، احسب واش عندك الدراهم، احسب واش عندك السلعه. لي تسال الناس، واش يسالوا لك الناس، السلعه اللي كاينه في المخزن، السلعه اللي خرجت يعني كلها، والسلعه اللي ما تباعتش كل نشوفوا. شوفوا السلعه هذيك اللي قاعده، السلعه اللي تباعت، قوموا لكلش، قوموا لكلش ونشوفوا. والمال اللي عندك عند الناس، والمال اللي عندك انت، هذه كلها نقوموها. وانت واش تسال الناس خرجوا، خرجوا من حساب، والباقي كله كي نحسبوه ونشوفوا واش عندك فيها النصاب تخرج. طيب محمد من المدية استمعت لسؤاله الشيخ، أنه يصلي المغرب يعني بعدها ركعتين، فيقرأ قل هو الله أحد 50 مرة في ركعة، وركعة ثانية 50 مرة. إيه رم جابوا له واحد الكلام هكذا اللي اسمه بن محمد، قالوا لي قرأ قل هو الله 50 مرة في الركعة الأولى و 50 مرة في تسمى شكون ضامن في الدنيا وكذا. هذه احنا
الاحاديث اللي ما وصلت لنا محمد الزهر. ولكن يجوز انسان كي يحب يقرا يجوز ما فيهاش مشكل يعني يجوز يقرا يعني تكرير الصورة في الركعة هذا من نافلة يصح تكررها ما فيش مشكل قراها على روحك فيها حتى مشكل. ولكن الافضل صلي ركعتين عاديين وتحب تقرا الصورة كما نقولوا خارج الصلاة خير له يعني أفضل. هذه كون ديرها قيام الليل ممكن يعني في الليل ديرها في عطل الإنسان يقرا كما نقول احنا في المصحف ما يحفظش يحفظ غير قول الله يقعد يكررها 11 مرة 100 مرة يقعد يقرا تاع قيام الليل هذا يجوز هذا في الليل وربي يوفق إن شاء الله. آمين. طيب الحاجة من تيارت هذه القسمة اللي جعلتها بين الأولاد دوك الحاجة أستاذ محمد هذا شيء حقها نعم. مدته هاي وزعت شيء تاعها وحنا نعرفوا ذمة المرأة هي مستقلة ما يسلها حتى واحد يجمع كاين بعض الناس يقول لك بمعنى لازم كيف فرقت بيناتكم حرام وزم لا حرام لا والو جمهور العلماء يقولوا بجوازي لأن التفرقة بين الأولاد وهذه الوالدة على بالها هي أعطتكم ثم حقكم وهي قسمت حقها مع حق وليدها هاي شريت له مسكين باش يضمن المقر تاعو يضمن الساكن تاعو شريت له من حقها علاش نحسبوها احنا حسبوهاش لان سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر لو نحاسبو حنايا نقولوا يا اخي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فلهذا نقولوا هو راهو اعطى لعائشه رضي الله عنها اعطاها وما اعطاش الاولاد الاخرين سيدنا عمر اعطى لوليده وما اعطاش واحد اخرين واش نقولوا هما ما يخافوش ربي ولا كيفاش ما يعرفوش الحديث هذاك فلهذا الفقهاء قالوا بعمل الخلفاء الراشدين هذا في جلي دارها هم فهمونا بأن ذلك مستحب يعني بمعنى أفضل إنسان ما يفرقش بين أولاده بصح لا فرقوا مد فهو أدرى وهو جيزة وربي يوفق إن شاء الله عدم استطاعتها للسجود هذا جيز إيه ما تصلي على الكرسي مسكين ما إلا غالب هذا هو بارك الله فيكم خاتمة اللقاء شكرا لمتابعينا مشاهدينا الكرام لكل الإخوة والزملاء طاقم العمل في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام.